أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. كل حلقة بنستضيف أسرة من الأسر المصرية، بنتعرف على أفرادها، بنقرب منهم، بنشاركهم أحلامهم، بنتعرف على مشاكلهم، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. كل واحد في المجتمع ليه دور، ودور إيجابي، لأن الأسر المصرية اللي بتشارك في أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا لأن الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه. معانا اسره، اسرتنا النهارده كل فرد فيها متميز، كل فرد ليه دور في المجتمع متميز جدا. اسره اختارت الفن اسلوب حياه، هي اسره الفنان ماهر العطار اللي للاسف اعتذر النهارده عن عدم حضوره لظروفه الصحيه، لكن هو فعليا معانا، فعليا معانا بافراد اسرته اللي هنقدمهم لحضراتكم دلوقتي. هتتعرفوا عليهم وهتعرفوا ليه انا بقول هي فعلا كل فرد في هذه الاسره هو متميز، هو فنان بطريقه مختلفه. معانا الاستاذه فائزه نسيم زوجة الفنان ماهر العطار، اهلا بيكي. اهلا بيكي. معانا بنته الاستاذه ريهام العطار، اهلا بيكي يا رونا. رونا برضو بيحب يقول لك رونا. روما. معانا ساره حنفي، ساره حنفي زميله مذيعه معانا في نايل لايف، اهلا بيكي. اهلا بيكي. وساره هي زوجة الفنان احمد العطار، احمد ماهر العطار. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيكي. طبعا معروف، مش محتاج ان انا اقول لكم ان الفنان احمد ماهر العطار هو ايضا مطرب وفنان متميز، هنستمتع ان شاء الله وهنسمع له اغاني كتير النهارده. معانا ضيف ايضا، ضيف عزيز علينا وعلى الاسره، وهو الناقد والشاعر الدكتور محمد ماهر قبيل، اهلا بيك. يعني برحب بيكم، ودايما اول سؤال بحب ابدا بيه بيبقى عندي حب استطلاع قوي جدا، ان انا اعرف ازاي الاسره اتكونت، اول لمحه، اول مقابله، واول نظره حصلت بين الاب نظرة. والام، بينك وبين الفنان ماهر العطار، خصوصا ان هنا الزواج مش بواحد تقليدي، يعني ده ماهر العطار، يعني طبعاً اللي حواليه جاي معجبات، يعني فازاي بقى حصل اللقاء والكونتاكت الاول؟ كان اول لقاء لينا كان في فرح، ورحت اسلم عليه عادي زي اي ممكن يعني معجبه، فكلمته كده وكلمني وقال لي انت جميله قوي، قلت له متشكره، قال لي خدي نمره تليفوني وبيكلميني، قلت له طيب، كنت صغيره لسه في ثانيه ثانوي تقريبا، فخدت نمره التليفون وحب استطلاع بقى بكلم الفنان ماهر العطار ومبسوطه وما اعرفش ايه، فقال لي بيكلميني، قلت له طيب. كلمته مرتين كده ثلاثه، قعد يسالني باباكي بيشتغل ايه، انتوا ساكنين فين، انتوا مش عارفه ايه ايه ايه، انت ممكن اجي اتقدم لك على طول؟ والله بعد ثالث مكالمه. غريبه جدا. والله يعني فعلا قلت له. كان بالنسبه لك مفاجاه؟ طبعا انا في ثانيه ثانوي وبهزر. ايوه. بس وبعدين خفت طبعا اقول لمامتي وكده. والد الاستاذه فائزه، وهي حريصه ان احنا نقولها فائزه مش فايزه، لا انت بتعتزي باسم فائزه. هو كان وكيل وزاره الخارجيه، فيعني ان بقى بنته تتجوز فنان وكده كان في اعتراض. لا هو الحقيقه هو كان متوفي ساعتها، هو مامتي هي اللي كانت معترضه. ايوه. اعترضت طبعا وقالت احنا مالناش في الفن، واللي بيتجوز فنانين بيروحوا يتجوزوا عليهم وبيصاحبوا عليهم ستات ومعجباتهم، وانت مش هيبقى ليكي قيمه في حياته وحاجات زي كده.
بس وقلت لها طب شوفيه واقعدي معاه واسالي عليه وشوفي وكده. فقالت لي طيب. المهم سالت، كانت بنت اختي سلوى حجازي، ايوه فكلمتها في تليفون وقالت لها في ماهر عطار متقدم لتيتا وكده، الدلع يعني، ايوه فممكن تسالي لنا عليه. قالت لها حاضر. قالت لها عشان احنا ما نعرفش حد في الوسط الفني. لا طيب. فسالت عليه وكلمتها بعديها بحوالي 5 6 ايام. لا لا يا طنط اوعي توافقي. يا خبر. اه والله. لا اوعي توافقي. لا ليه؟ لا لا لا، ده علاقاته كتير قوي بالستات وكده. بس فقالت لي لا خلاص الموضوع انتهى على كده. المهم بقى هو بقى تليفونات تليفونات تليفونات، بدا يكلم اخويا، بدا يزن يزن، ما طب استسلمش. طب اقعدوا معايا، طب اقعد معاكوا، طب انا مش عارفه ايه ايه. المهم يعني طب نعمل الاختبار ليك وخطوبه، نبتدي بخطوبه وكده. فالمهم ماما ارتاحت له بعد كده، ولقيته انسان مثقف وطيب وابن ناس طيبين وما ندمتش بعد كده، بدليل الأسرة الجميلة وبدليل إن اطلاقا الزواج استمر كله اطلاقا. ولازال مستمر. لا لا، كان لغايه ما توفت والله، وهي بتدعي له وبتحبه، بتحبه جدا لانه هو طيب، انسان طيب جدا جدا، وكان يحبها قوي قوي قوي. طب وقلقها بقى من المعجبات وانه هيبقى محاط بالمعجبات، انت بقى لما اتجوزتيه ما كانش دي مشكله بالنسبه لك؟ معجبات ودخل في السينما بعد كده ومثل اول فيلم يمكن مع زبيده ثروت لا الحاجات دي كانت قبلي. اه كانت قبلي، بس هي المعجبات والحفلات والحاجات دي ما كنتش بتضايق خالص. انا كنت بتضايق من بعض الفنانات كانوا ساعات يزودوها شويه، وانا في البدايه طبعا كنت بتخض، بس بقيت اديله اشارات وملحوظات، ولما اكون موجوده بلاش الهزار يكتر قدامي، لما اكون مش موجوده يبقى هزر هزر براحتك هزر من ورايا. انما قدامي لا. طب والله متفاهمه جدا، عاقله. بس بعد كده بقى هو الحقيقه يعني وفر لي الامان، ايوه يعني بقيت اشوفه من بعيد يعني موفر لي الامان يعني لا ما خلاص. كانش فيه مشاكل لا لا بسبب لا لا خالص خالص. طبعا الفنان احمد ماهر العطار، يعني بص طبيعي ان احنا نلاقي ابن ماهر العطار بقى فنان، مش شرط طبعا لازم يكون موهبة اساسا، لكن الجو، جو البيت، على طول والدك محاط بفنانين، انت بتحضر بروفات، بتحضر تسجيلات، فمش محتاجة اسألك ليه طلعت فنان، يعني متهيألي يعني لا على كان فكرة طبيعي ان انت. لا، هو عن طريق الصدفة والله. أنا ما كانش في دماغي خالص إن أنا أغني، ولا وأنا كنت خجول جدا جدا، وكنت يعني بس كنت على طول لازق لأبويا على طول في كل حتة، يعني كل ما يروح حفلة فرح قعدات مع فنانين كنت على طول عايش الجو، الاستوديو الحالة دي، كنت بحب أتفرج جدا، بس كنت عمري ما فكرت إن أنا أغني يعني. وهي جت عن طريق الصدفة. كان دايما بابا بيحب كان يجيب أجهزة التسجيلات والكاسيتات ساعتها الجديده والمايكات ومش الحاجات دي، كانت بهراني جدا. فانا بدات منها ان انا امسك الميكروفون واحط مزيكا واجرب اغني ومش عارف ايه. فبالصدفه بيعدي لا سمع صوتي بيقول لي انت بتغني من غير ما تقول حاجه زي كده يعني. فبدا وشجع هو الاول، لا هو الاول خد الشريط من ورايا من رحت المدرسه بقى. وكان ساعتها دايما كان صديق الله يرحمه الفنان بليغ حمدي كان ساكن جنبينا، فكان كل يوم بيروح له، فقال لهم بقول لكم انا عايز اسمعك مطرب جديد كده اسمع كده. كنت بغني اغنيه كده للفنان عبد الحليم حافظ ومرايا مزيكا كده وبجرب يعني سواح ومش عارف. فقال له ده ابنك يا ماهر. فقال له انت عارف، قال له ده في خامه صوت قريبه قوي منك، مع اني كنت صغير عارف جدا على طول. عارف لوحده على طول قال له ده ابنك. ففي خامه، كانت خامه الصوت مع اني كنت لسه ساعتها صغير في فتره النضوج يعني والبلوغ وكده، أي كان صوتي بيتغير شويه، أي فكنت واخد نفس الروح بتاعته دي. ف بابا جه قال لي انت عارف الاغاني انت بتغنيها دي الالحان مين؟ قلت له لا. قال لي الحان الاستاذ بليغ وبتاع، طب سجل لي تاني وغني. قلت له لا 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 مش عايز حد يسمع. بدات من هنا. اما هو قال لي ايه ده انت فنان بليغ اعجب بصوتك وانت صوتك كويس ممكن يجي منك يا واد يا احمد وبتعرف تعمل عربه وبتاع، بدات وماما عمال ما اسجل اعترضتش؟ اسجل اسجل. هي ما كانتش استاذه متوقعه فايزه برضه، ما كانش في اي ما اعتراض، كنتش انا ما كانش متوقعه اتجاهاتي خالص، كده اي خالص وانا طفل يعني. ولا عايزاه يتجه كده خالص، لان طريق الفن صعب جدا ده اكيد. جدا. لا وانت جدا، اكيد لا مريتي شاق. بمشاكل شفتيها بعينك وعصرتيها، مش ما كانش طريق سهل يعني. لا هو شاق للفنان نفسه، ايوه وبينعكس بقى مع اللي عايشين معاه، بس الفنان فعلا بيعاني. ايوه يعني اي فنان بنشوفه فعلا بيعاني. واول اغنيه غنتها دي كانت لعبد الحليم، كانت غنيت اول حاجه. الفنان عبد الحليم. نسترجع طيب مع بعض الذكريات قبل ما اروح لريهام او روما، واسمع حاجه. نبدا ماشي. نبدا ابدا باي بايه حاجه بقى؟ لعبد الحليم زي ما تحب، لازم مش ضروري تسمعني الاغنيه اللي انت كنت بتغنيها اي يعني. حاجه.
طب اقول ايه؟ اقول انا بحب اغاني كتير طبعا فنان عبد الحليم، بس اقول اول مره تحب يا قلبي واول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنه. اول مره تحب يا قلبي واول يوم اتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنه. اول مره اول مره حته كده جميل جميل. ساره نعم. يعني انت هنا بتسمعي بقى ومذيعه، واكيد يعني العمليه بالنسبه لك، لا ومش اي مذيعه، ساره زميلتنا وبتقدم برنامج عن الاغاني مش كده؟ مظبوط، صح كده مظبوط. انا لما بسمع احمد يعني بشوفه بشخصيتين، لما بيغني حاجات جديده فيها بيت وفيها وسريعه بلاقيه شخص تاني، يعني بلاقيه شخص صوته في مرح وفي شقاوه وفي لا الحاجات الجديده. لما بسمعه يغني قديم بحس ان انا فاتحه فيلم ابيض واسود وبسمع حد بيغني من زمان فعلا. لانه حتى احمد لما بيغني في اي بروجرام حاجتين، وحاجه سريعه وحاجه قديمه، الناس بتتخض، وفي ناس كتير اتخضت لما سمعت احمد بيغني قديم، لانه قالوا انت صوتك مختلف تماما عن الاغاني السريعه. شوقتينا ان احنا نسمع قديم بعد شويه نسمع، بتلاقيه شخصيه تانية. على فكره ساره تعرف احمد ماهر عطار من وهم صغيرين جدا، كانوا مع بعض في المدرسه. صحيح، مش كده؟ مع بعض في المدرسه، وتعرفي الاسره كلها، وكنتي بتحضري برضو وليكي ذكريات فنيه عندهم. صحيح. في البيت دروس خصوصيه بقى. مظبوط، دروس خصوصيه. كنا بناخد دروس مع بعض في المدرسه، وكنت بروح البيت ودايما بشوف فنانين وبشوف انكل ماهر والبيانو بره، عندهم بره بيانو، وكنت بشوف ناس كتير منهم، مثلا امل ماهر كنت بشوفها في البيت لما كنت باجي اخد دروس وهي كانت لسه صغيره جدا، كانت لسه تقريبا ما طلعتش حتى في التلفزيون ولا حتى قدام اي حد تغني. على بعد كده حاجه معروفه عن الفنان ماهر عطار ان ليه بصمه على فنانين شباب كتير ساعدهم قدم مواهبهم. هلا طنط بقى اللي تحكي لك، انا هسمع طبعا منها، بس دي ملاحظه عشان انت بتقولي امال ماهر كنت بتشوفيها وكانش حد لسه عارفها. بعدين احمد سافر امريكا ورجع بعد ما خلص دراسه. طب امتى الحب بدا؟ يعني انتوا اكيد في الفتره اللي انتوا كنتوا فيها صغيرين ودروس خصوصيه وتعرفي اخته بتذاكر لك، دي كان لسه يعني علاقه سريعه، مفيش اطفال يعني. بدا بقى امتى؟ هو كان في مشاعر كده يعني قبل ما يسافر، يعني كانت حاجات كده طفوليه شويه. وبعدين لما سافر ورجع برضو كنا شله، فنفس لما رجع لنفس الشله تاني، وبرضو رجعت العلاقات مره تانيه وبس. وبعدين بقى فضلنا مكملين لحد ما بدا بقى اول خطواته في الفن تماما، وعمل اول اغنيه سينجل. انت قلت لي ان 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 احمد العطار هو اول فنان ما ينزلش يفرض نفسه في سوق الاغاني وكده بالبوم، لا ده نزل باغنيه واحده سنجل. احمد هو صاحب فكره الاغنيه السنجل، وكانت كل الناس في الميديا مستغربه يعني ايه اغنيه، يعني ايه مطرب ينزل باغنيه من غير البوم؟ وبعدها طبعا كل الناس نزلت سنجلز، حتى النجوم الكبار والسوبر ستارز. ايوه ونجح بقى طبعا وكسر الدنيا. كانت فتره غريبه. هو انا برضو كنت انا الفكره جات لي ازاي برضو مختصر، انا كنت بفتح مثلا اشوف مثلا كان ساعتها تامر وشيرين مثلا وهيثم شاكر الجيل بتاعي، كانوا الجيل بتاعك. بشوف الكليب بتاعهم واسمعهم من غير لسه ما انزل اجيب الالبوم بتاعهم، فقلت ايه ده، طب ما الناس عرفتهم اهو من قبل ما حد ينزل يشتري الالبوم، فهي دي الفكره جات لي من هنا. عرفتهم عن طريق المحطات بقى، القنوات المختلفه تعرض اغنيه فيديو كليب. الناس تقول النهارده تنزل تسال على شريطي وانا ما فيش شريط، يعني اياميه كان لسه الشريط، فكل الناس تنزل فين البوم احمد العطار، مفيش البوم لاحمد، مفيش حاجه، مفيش البوم. فمن هنا بدات الفكره بقى، ما بعد كده ما اتعرفت على المنتجين وبداوا يهتموا بيا، والحمد لله وقدمت اول البوم وكان ليه نجاح وصدى كويس قوي عند الناس الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. نيجي روما ليها ذكريات كتير جدا مع بابا، وكانت ملاصقه للفنان ماهر العطار على طول مش كده؟ وذكريات بقى فنانين في البيت وجو حلو قوي، اي حد يحب يعني يعيش الجو ده، مش تقليدي ومش روتيني يعني. بالظبط بالظبط. فرق معاكي في شخصيتك؟ طبعا فرق معايا جدا. يعني انا افتكر وانا صغيره، هو بابا مبدئيا اول ما خلفني كان فرحان بيا قوي، كان بياخدني معاه في كل حته،
يعني انا دخلت هنا الاذاعه وانا عندي تقريبا 3 سنين 3 سنين ونص، وكان في تسجيل مع الفنانه ورده، وكان في استاذ احمد فؤاد حسن، وكنت بحضر تسجيلات كتير جدا هنا. كنت بخش مع بابا الاذاعه وكنت بقعد معاه في الاستوديو وهو بيسجل وكنت بسمعه وكده اهو. وكان بياخدني معاه كمان الافراح والحفلات. أيوة. كنت بقف وراه بقعد اتفرج عليه وبشوفه وكده. وكان الموسيقار بليغ حمدي كان الحقيقه عايش عندنا في البيت، كان شبه يعني قاعد عندنا على طول في البيت، وكان بيحب يلحن عندنا في البيت. أيوة. فكنت دايما احب اخش اوضه المكتب بتاعت بابا، كان ساعات بابا يسيبه مثلا ويقعد عادي في البيت وهو يقعد يعزف على العود وكده، فكنت احب اروح واقعد واسمعه وهو بيعزف على العود. وكنت وانا صغيره كنت ساعات اقعد ارقص معاه كده خفيف وهو بيلحن. يعني كانت ريهام ممكن نلاقيها مذيعه على الاقل، ابسط حاجه يعني ممثله بتاع، لكن الجواز بقى والاطفال والارتباط وكده. بس ابني عنده برضو ميول فنيه، ويعني بقى له فتره مصر ان هو لازم يكون ممثل كوميدي. جينات وراثيه كمان. ممثل كوميدي ده عنده قد ايه؟ عنده 13 سنه. لا طب كان لازم يبقى معاكي ونكتشف الموهبه دي. هو بيعمل زي لقطات كده، هو اللي بيخرجها وهو اللي بيمثلها وبينزلها على اليوتيوب، وبيمثل الشخصيات كلها، الام والاب وبينزلها. هو مبسوط جدا بالموضوع ده، وانا شايفه ان هو يعني ممكن يكون له مستقبل ان شاء الله في الموضوع دوت. ان شاء الله. بالنسبه بقى للحكايات الثانيه، معلش الحكايه المهمه اللي كنت عايزه احكيها ذكرياتي مع بابا، عبد الحليم حافظ. أيوة. يعني انا شفت عبد الحليم دي حافظ، محطه مهمه جدا هنقف فيها مع ماما كمان. بالظبط. أيوة. كان عندي 4 سنين، وكان عبد الحليم في الوقت ده كان في الوقت اللي هو كان يعني المرض كان اشتد عليه، وبابا خدني معاه وهو راح يزوره وكان عيان وكده. فرحت ودخلت، كنت ساعتها يعني انا تقريبا بسمع عبد الحليم كده وبشوفه في التلفزيون، بس يعني 4 سنين يعني. ايوه. فدخلت شفت عبد الحليم اللي احنا بنشوفه في السبعينات بنفس الشعر وكده، قاعد في السرير حواليه كم من الفنانين وكم من البني ادمين غير عادي في الاوضه. بتقولي لي ورد كتير جدا. وانا داخله المدخل من اول السلم بره، كم ورد انا في حياتي ما شفت، كم بوكيهات الورد دي كلها. وكان قاعد في السرير، واول ما دخلت الاوضه انا وبابا يعني بص لي كده وعمل لي ازيك يا روما، ولقيت ايده بتمد وبيفتح الدرج بتاعه، قام مطلع لي شوكولاته من الشوكولاتات بتاعه زمان الكبيره دي، وقام مديها لي. بس رغم ان انت كنت صغيره جدا، كنت صغيره جدا مش ناسيه الواقعه دي، مش ناسيها خالص يعني مع بابا وكده. ايوه. هنرجع للذكريات، لان النهارده الذكريات كتير جدا يعني لا تنتهي يعني. لا. يعني احنا هنخلص الحلقه بتاعتنا واحنا عندنا كلام كتير جدا انا متاكده مش هنلحق نقوله. بس معانا ضيفنا العزيز النهارده الدكتور ماهر قبيل، بنرحب بيك مره ثانيه. واحنا معانا بقى يعني زي ما هنستمتع بالغنى مع الفنان احمد العطار، هنستمتع بالقاء الشعر. احنا معانا شاعر وناقد، فمش عارفه ابدا بالشاعر ماهر قبيل ولا ابدا بالناقد، لكن علشان يبقى كلامنا متواصل في نفس الموضوع عن الاستاذ الفنان ماهر العطار، فعايز اسالك الاول سؤال كناقد. انا حاسه، مش حاسه، هو دي حقيقه مؤكده، ان الفنان ماهر عطار كان مظلوم شويه اعلاميا، او ما اعرفش مظلوم اعلاميا ولا كان مظلوم فنيا، ولا الزمن اللي ظهر فيه وسط عمالقه زي محرم فؤاد وزي عبد الحليم حافظ، ده برضو كان صعب قوي ان هو يعني يظهر برضو وسط دول ويحقق شهرة، مع انه حقق طبعا شهرة. لكن انت ايه رايك؟ انا بختلف مع حضرتك في الملحوظه دي. والفن بالذات انا بشوف ان القمه في الفن بتتسع لكل موهبه. ولو بصيتي كنا زمان نقول في التمثيل مثلا عمر الشريف، طيب وهو احمد مظهر مش قمه؟ فريد شوقي، حمود المليجي، اسماعيل ياسين، حسين فهمي، نور الشريف، بص تلاقي القمه في التمثيل متسعه لألف نجم. بالعكس، كلهم قمم، بيعلوا بعض يعني، كلهم قمم، مفيش واحد فيهم يعني. بتقولي احمد مظهر، احمد مظهر ده قمه القمم، بتقولي رشدي اباظه ده قمه القمم، بتقولي احمد رمز ده قمه القمم. وكذلك في الغناء، في الفن عموما، في الفن يمكن هو العمل الوحيد اللي ما فيهوش واسطه. ايوه. يعني هنقدر نتوسط لواحد في وظيفه، لكن ما نقدرش نتوسط له عند الناس ونخليهم يتقبلوه او يعجبوا بيه. الواسطه بتبقى بس ان انت تقدمه الوسطة. اول مره، لكن علشان يستمر لو قدمته وينجح لازم هو. وكنت انا حتى رئيس الاذاعه وقدمته
وتبنيته ووصيت عليه وهو مش موهوب الناس مش هتتقبله. ايوه انا ممكن اتوسط له في وظيفه يتوظف ولا منصب الفن بالذات. فانا مش شايف اطلاقا ان الاستاذ ماهر العطار اتظلم، مش شايف هو موهبه وتربينا على اغانيه، وانا ساميه على فكره ماهر برضو وفعلا احنا عشنا معاه يعني في اغاني يمكن انا عشت مع اغانيه الوطنيه اكتر مما عشت مع اغانيه العاطفيه. ايه اكتر اغنيه وطنيه بتحبها بتاثر فيك؟ اكتر اغنيه وطنيه للاستاذ ماهر العطار اثرت فيا هي شايلني شايل يا جدع على كل كتف اشيل جدع على كل كتف اشيل جبل، ولو رمينا سنبله بكره تكون حمول كتيره متلتله. لانه الاغنيه دي جت في مرحله كان فيها شجن وكان فيها احساس بان المنحنى القومي بينزل. ولما نسمع الاغنيه دي كنا بنحس ان احنا لازم نتعافى في حاجات، يعني علامات. الاغاني الوطنيه وقتها كانت ليها دور. لما حصلت الهزيمه اللي ادت لاحتلال سيناء وغزه والضفه الغربيه والقدس والجولان، ولم يكن جيشنا يستحق تلك الهزيمه اطلاقا. يعني انت عارفه هو كان ضحيه، جيشنا كان ضحيه لقياده لم تكن على المستوى ولمؤامره خارجيه، لان شبابنا ما حاربوش، ده راحوا عشان يتقتلوا. فاحنا لم نكن نستحق ذلك. يعني انت عارفه زي ما تجيب حد تكتفيه وتقولي لواحد اضربه، طب هو ذنبه ايه بقى؟ ده انت كتفتيه، ما خدش فرصه الدفاع عن نفسه، انت كتفتيه وقلتي لواحد اضربه، أيوة. فما تحاسبيهوش، فلم نكن نستحق ذلك. في اغنيه يعني اثارت الشجن في نفسي بصوره بلا نظير، اغنيه الاستاذ محمد عبد الوهاب طول ما املي معايا وفي ايديا سلاح. والاغنيه كان فيها معنى، واتفاجئت بعد 40 سنه ان مين اللي كتب الاغنيه دي؟ الاخوان رحباني. يا سلام، مش قادر اقول لك ان انا بكيت لما عرفت ان الاخوان رحباني هم اللي كتبوا الاغنيه دي. قد ايه الناس دي كانت عظيمه. يعني دول ناس في لبنان وبعيد عن مصر، لكن احساسنا ان احنا كلنا عيله واحده واسره واحده العربيه. انفعلوا بالحدث، ويمكن ما كانتش الكلمات دي تبقى مقبوله من شاعر مصري بقدر ما تبقى مقبوله من الاخوين رحباني في لبنان. قالوا طول ما املي معايا وفي ايديا سلاح، زعف يا شعبي تمحي الماضي رياحك، عهدك جوا في قلبي، ايامنا اللي جايه وارادتنا القويه تنصرنا يا وطني ويملى الدنيا صباح. الله، احنا شايفين دلوقتي بقى ماهر الشاعر بقى دكتور ماهر الشاعر اللي عايزين نسمع اشعاره. اغنيه الاستاذ ماهر العطار لما يعني كانت في مرحله فيها الشجن ده برضه، فانا كنت متاثر بيها جدا. وبعدين في حاجه ثانيه، انا كنت طفل قارئ وليل ونهار قاعد اقرا، ما بعملش حاجه غير القرايه ولا بلعب ولا بعمل اي حاجه، لدرجه ان بابا خاف عليا من كتر القرايه، فقال لي يا ابني في حاجه في الراديو اسمها البرنامج الثاني، ابقى اسمعها عشان تريح عينك من القرايه شويه، هتلاقي في البرنامج الثاني بيقولوا حاجات زي اللي بتقراها في الكتب، لان ده برنامج ثقافي اللي هو دلوقتي سموه البرنامج الثقافي اللي انا بقيت واحد من اسرته بعد كده اشتغلت فيه لما كبرت. فقعدت اسمع البرنامج الثاني، فاسمع مسرحيات عالميه واسمع برامج ثقافيه رفيعه تبعدني شويه، استعمل الاذن شويه في الثقافه بدل العين، لاني كنت طفل قارئ ومنغلق على نفسي، ما كنتش بجيد لغه الواقع خالص. أيوة. يعني ما اعرفش الواقع ده بره ايه، عامل زي ما اكون انا يعني في سجن. فكنت متهيألي ان النجوم دول نجوم فعلا في السماء كده، يعني لا يمكن اقدر اشوف واحد زي الاستاذ ماهر العطار او اشوف حد من اسرته او كده حد بيوصل للنجوم. فلما كبرت واشتغلت في الاذاعه وتزاملت مع الاستاذه كانت زميلتنا في التلفزيون، قلت على ده الواحد ممكن يوصل للنجوم ويكلمهم ويتعامل معاهم. جت هنا بقى صلتك مع ماهر العطار؟ الصله جت من زمان في الاستاذه، كنا زملاء في العمل، لان هي بتشتغل كانت في التلفزيون وانا كنت في الاذاعه. وبعدين لما تعرفت باحمد طبعا كنت سعيد جدا، وكنت حريص على اني اتعاون معاه انا كشاعر وهو كمطرب. وانا عارفه ان انتوا تعاونتوا، كتبت له اغنيتين كتبت له اغنيتين، اغنيه في رحاب الرسول وكتبت له رمضان، كنت سعيد جدا وانا بشوفه بيغني الاغنيتين على القناه الاولى. طيب زي ما كنت مش مرتبط بالواقع خالص وخيالي جدا وعايش في كوكب تاني كده، اشعارك برضو كده يعني اشعارك كلها بعيده عن الواقع؟ كتير منها كان كده وكتير منها صعب كمان. انا نفسي كنت بزعل من نفسي، نفسي اتمنى اني اكتب القصيده البسيطه العظيمه اللي يكتبها نزار قباني. نفسي انا تلميذ نزار قباني وتربيت على دواوينه وشعره، ما قدرتش ابدا اقلده في البساطه العظيمه. نزار قباني لما يقول ايظن اني لعبه بيديه انا لا افكر في الرجوع اليه، دي ما فيهاش اي بلاغه ولا محسنات ولا تعقيد ولا تراكيب، لكن قمه
في العظمه. شوفي بقى قمه البساطه، سهل الممتنع. مش ممكن، حاولت اكتب حاجات كده ما قدرتش. احنا عايزين نسمع. شعري دايما بيبقى فيه تراكيب وشعري دايما بيبقى صعب. عايزين نسمع بقى يعني شعر من اشعارك علشان نترجم كل الكلام ده بقى. نقول القصيده اللي كتبتها لاحمد زي ما حضرتك عايز. في رحاب الرسول كتبت: قدمت اليك ما احلى ذهابي، قريبا منك حتى في غيابي، يطوف الشوق بالاعتاب يسري، ويعرج في سماوات الرحاب. رسول الله أتعبني عتابي، على الدنيا على غدر الذئاب، فلما جئت يا أملي وحصني، تبدد في محبتكم عذابي. أعود إلى الحمى بعد اقترابي، فكن عوني على هذا الإياب، وكن لي يا شفيع الخير نورا تزول به أكاذيب السراب، ضياء الحق أم وهم الضباب. إذا خيرت أكتب في كتابي، سألت العمر تمضي بي سنوني، فكنت الهدي يشرق في جوابي. الله. طب نسمعها بقى مغناه، ايه رايك؟ طبعا يعني طبعًا. بعد ما سمعنا الكلمات انا متشوقه جدا يعني. طبعا بالنسبه في رحاب الرسول الاغنيه دي كانت من الاغاني اللي اثرت معايا جدا، واديتها كان المرحوم حمدي هاشم ملحن ومطرب طبعا، بس انا اغنيها. بس في شويه في حاجه كده في الكلام، انا يمكن كانت نطيت نطه كده بعد اذنك. طبعا لحقك طبعا. قدمت اليك ما احلى ذهابي، قريبا منك حتى في غيابي، قدمت اليك ما أحلى ذهابي، قريبا منك حتى في غيابي. رسول الله أتعبني عتابي، رسول الله أتعبني عتابي، على الدنيا على غدر الصحابي. رسول الله أتعبني عتابي، رسول الله أتعبني عتابي، على الدنيا على هجر الصحابي. الله، برافو برافو. أكيد بتبقي حاسة يعني فخورة يعني طبعًا. أكيد إحنا طبعًا. مبسوطين، أنت إحساسك مضاعف كان طبعًا. على ذكر كلامنا عن عبد الحليم حافظ، إنه دي محطة فنية مهمة في حياة الفنان ماهر العطار. أنا أعرف إن الفنان الملحن الموجي لما دفع بماهر العطار وتبنى الموهبة في البداية كان كيدا في عبد الحليم. أيوة. او علشان يجيب أيوة. منافس لعبد الحليم. كان وقتها في خلاف بين الموجي وعبد الحليم حافظ. ورغم كده العلاقه بين ماهر العطار وعبد الحليم حافظ حتى لو بدات فيها تنافس الا انها تحولت الى صداقه بعد كده بعيده كل البعد عن المشاعر دي. ايوه مظبوط. هو فعلا بدايه ماهر كان لسه في كليه تجاره، وبعدين كان بيغني في برنامج الهواة في الإذاعة، فسمعوا عبد الوهاب وجابوا ويعني تعاقد معاه على أفلامه كده. كان معدي بالصدفة وقتها، لازم يعني أصل سمع كان معدي بالصدفة من قدام الاستوديو فسمع الصوت، مش كده؟ لا لا لا، هو سمعه في الإذاعة، سمعه في الإذاعة، وكلم الإذاعة قال لهم مين الولد اللي كان بيغني لما شفت عينيك. أيوة. هو غناها، فقالوا له ده طالب جديد اسمه ماهر العطار. قال لهم ادوني نمر التليفون، يعني خلوه انا عايزه. فادوا له نمر التليفونه، فاتكلم في التليفون، فمامته قال لها بتقول له حضرتك مين؟ قال لها انا الموسيقار محمد عبد الوهاب. فقفلت السكه في وشه، فاكره حد بيهزر. ما صدقتش. فرجع اتكلم تاني، قال لها انا الموسيقار محمد عبد الوهاب وعايز ابنك ماهر العطار. قالت له حضرتك الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ قال لها قالت له طيب. طبعا كانت صدمه، ماهر بقى يرتعش. أيوه. وقال له تعالي لي وكده، وفعلا راح وسمعه، حتى ماهر بقى يرتعش وهو بيسمعه. قال له طب استنى، وحط كرسي في ظهره وقال له بقوا قاعدين في ظهور بعض. قال له اديني مش قاعد قدامك يا سيدي، غني بقى. فغنى. أيوه. واعجب بيه جدا وعمل معاه عقد على فيلمين. المهم مين بقى ساعتها؟ كان محمد الموجي زعلان مع عبد الحليم. أي. فقال انا لازم اضرب عبد الحليم بماهر. أي. هطلع له اللي يهزمه.
فاخد ماهر وعمل له بلغوه وده بقلبي، ضربه ضربه فظيعه. فالموضوع ده هز عبد الحليم، فكلم الموجي صالحه وكلم ماهر قال له يا ماهر انت هايل وغنيت حلو قوي قوي وانا بهنيك وكده، بس انا عايز اقول لك على حاجه. قال له ايه؟ قال له بلاش تمشي في السكه بتاعه الحزن والعاطفه، ادخل في الحته اللي هي فيها فرحه ويعني سكه تانية ومرح. طب وهي دي النصيحه دي بعد اذنك كانت لصالح ماهر العطار ولا علشان يبعد عن مجال عبد الحليم؟ هو لا، عبد الحليم لا منافس هيبتدي يشتغل معاه، وهو قال له امشي في السكه تانية، فبس ماهر اخذها بنيه سليمه ان هو سيب لي السكه دي وامشي انت في سكه تانية. فجه ابراهيم رأفت عمل لحن اسمه افرش منديلك على الرمل. عايزين نعرف بس مين ابراهيم رأفت؟ ابراهيم رأفت ايوه، ابراهيم رأفت اخو محمد الموجي. بس لما جه لحن محمد الموجي قال له يا ابراهيم انجح باسمك ما تنجحش باسمي. أيوه. فما كانش الموجي عارف ان هو هيضرب كده، فاول لحن ليه يعمله عمله الماهر اللي هو افرش منديلك. دي اغنيه، دي محطه تانية دي. عايزين نقف عندها بعد ما تكملي كلامك. افرش منديلك دي بقى اول ما ضربت 250 ألف اسطوانة في أسبوعين مثلا أو حاجة كده. أي يعني كان ساعتها عدد سكان مصر مثلا 15 مليون 20 مليون، فده رقم 250 ألف ده رقم. فماهر فعلا لقى السكة دي حلوة فبدأ يمشي فيها، وفعلا بعديها مين يأمن لك مين وعمل دوبوني الغمزتين مين يأمن لك مين، ده الموجي برضو. ما يعني الحاجات الخفيفة. كان في صفارة كده في الأغنية معروفة قوي، ده كان صفارة الموجي صوته. صفارة الموجي وعمل أغنية دوبوني الغمزتين وعمل الصبر طيب وبكرة تندم وعمل عمل أغاني كتير. ده ماهر له رصيد بتاع حوالي 500 أغنية. قصتكم فضلت مأثرة مأثرة حتى بعد الجواز، وفضل الحب، وكتب في الأستاذة فائزة أغنيتين هنعرفهم بعد كده. بس أنا ما أحبش أبعد عن الفن والشعر والغنى كتير، فهرجع بقى للفنان أحمد العطار لأن إحنا ما سمعناش حاجة ليك. يعني ما حاجة بقى شغلك انت. كل يوم جديد شوقي لك يزيد، انت ليه بعيد عني حرام؟ نفسي اشوف عينيك ياللي دبت فيك، ده الغرام معاك احلى غرام. منى روحي يا روحي اعيش وياك، دي الجنة في حضن هواك ومعاك. ما تغيبش عليا كل ما ليا، عينيا بتفرح لو شايفاك. غير قربك ليا انا ما اتمناش، انا قلبي في حبك راح ولا جاش. انا بيك اتهنى ولو هستنى الشوق جوايا ما يستناش. الله، سارة متهيألي الزواج بفنان ما فيهوش ملل ولا ايه؟ يعني بتهيألي حياتكو وبعدين بيغني لك في البيت بقى. واحد شخصية مش مملة. بنشوف في الافلام دايما لما بتبقى الواحدة البطلة متجوزة مغني بتصحى على صوت البيانو، تصحى على صوته الصبح، يعني الواقع ايه بقى؟ لا فضايح بقى صح؟ يا ممكن تكون بتصحى على صوتك برضه بس مش صوت هناك يعني. انا بعمل اصلي طبقات صوت احيانا في البيت، فهي كتير بشتغلها في الموضوع ده، فهي تقول. انا بقول لاحمد انت لازم تمثل لان هو بجد بيعمل شخصيات فظيعه، هو مسلي جدا الحقيقه ودمه خفيف جدا جدا. بس لا احمد يعني كمطرب انا عارفه انه حضرتك قصده انه اكيد المطرب يعني حياته ممكن تبقى كومبليكيتد او معقده شويه. بس احمد عشان احنا نعرف بعض من زمان فاحنا اصحاب جدا جدا جدا، واحمد يعني لذيذ. لا والله احمد والله مخلص وكويس يعني مش مريب، يعني مش من الناس المريبه. وانا متعوده يعني انا متعوده على المعجبات وكده، يعني انا اخويا اساسا لعيب كوره، فانا متعوده شويه على فكره وجود المعجبات. والو احمد فين؟ مفيش بقى مشاكل، اصل هنا جيلين. جيل الاستاذه فائزه سمعت قصتها مع المعجبات وما كانش في مشكله كبيره. لا في بقى الجيل بتاعك بقى ازاي بيتعامل مع قصه والله المعجبات؟ والله مش هكذب عليك انا اكيد بغير يعني طبعا يعني ما فيهاش كلام، بس
بس يعني عارفه انه ده لازم يبقى موجود، لانه نجاحه بيتقاس بوجود المعجبين وبوجود الناس اللي بتحبه، فانا بحاول يعني اعمل بالانس او توازن ما بين وجود الناس دي وان احمد فنان، وان احنا برضو مع بعض هو برضو بيحاول ما يضايقنيش. انت برضو شغلك مش سهل، وممكن كرجل شرقي ما يتقبلش فكره المذيعه، مش اي مش اغنيه اساسا. ازاي انت بتعملي برنامج اغاني يا ساره؟ مش اغنيه يا سنيه متجوزه. اه لا بنتي ازاي ده يا ساره؟ طب انا على فكره انا هبدا افضحه، لان انا المعدين كتير جدا بيكلموني عشان احمد يجي يحضر معانا حلقات في العيد وبتاع، هو اللي ما بيرضاش. لا بالعكس والله انا تمام كده. انت ليه عدم الترحيب هنا علشان ما يتقالش ان هي لا في واسطه او اه كانوا انا كنت شويه بنقول اه ممكن عشان حته اللي هو يا عم بقى هتقرفنا عشان جوزها بيغني ومش عارف ايه. لا بس عادي والله، هم الناس ما بيطلبوا كانوا عندهم مثلا في البرامج كانت بتتذاع، وعملنا قبل كده مع بعض، عملنا حلقتين مع بعض قبل كده في قنوات خاصه، حلقات مع بعض. ايوه وكانت حلقاتكم بس كانت كوميديه طبعا يعني على الاخر، يعني انا وهي بقى اكننا مفيش كاميرا. كنت بعمل معاه حلقه في برنامج كنت بعمله عند محسن جابر في القناه بتاعته، وعايزه اقول ان الحلقه بتاعتي انا واحمد اللي هو كان طالع معايا فيها الضيف دي خدت من احسن الحلقات اللي اتعملت في البرنامج. شهاده عاليه قوي حقيقي، دي شهاده مش مجروحه، يعني شهاده فعلا. حقيقيه والله بجد فعلا. طيب ايه احساسك وانت ضيفه النهارده مش مذيعه؟ انا عارفه ان انت يعني طبعا والله بترعش مش عارفه ليه، بتحسي بتحسي ان في حاجه غريبه. ها حاجه غريبه فعلا. طب أنا مكانك افضل، مش هقدر اجيب مكاني بس انا ممكن ارجع لك دورك كمذيعه واسيب لك السؤال اللي جاي توجهيه لاحمد لاي حد. اختاري الشخصيه واختاري السؤال. اختاري الشخصيه والسؤال. مش عايزني اساله. دورك كمذيعه ممكن تسالي الدكتور ماهر السؤال مثلا. دكتور ماهر، هو حضرتك بتكتب شعر يعني باللغه العربيه الفصحى، ليه ما فكرتش تعمل حاجه لايت كده وخفيفه؟ بالنسبه انه دلوقتي كل الناس متجهه جدا للحاجات الخفيفه، وما بقيناش بنسمع الحاجات القديمه اللي هي بتتكلم بشكل فيه اللهجه الثقيله بتاعه زمان، ليه ما عملتش حاجه كده؟ بحاول والله، بس في مشكله بيني وبين البساطه. ليه؟ بحاول. انا كاتب اطفال، يعني دي امنيتك اساسا؟ كاتب اطفال، انا واخد جايزه الدوله في ادب الطفل من اكتر من 20 سنه، وليه اكتر من 30 كتاب للطفل. اللي يكتب للطفل لازم يكون عنده قدرة على التبسيط طبعا. حتى في الكتابة للطفل بيفلت مني التبسيط أحيانا وتطلع مني تراكيب لغوية صعبة برضو. فالظاهر إن أنا في خصومة بيني وبين البساطة، لكن بحاولها. ده اللي بيكتب دايما لأطفال ده لازم يكون عنده قدرة على التبسيط طبعا، صعبة جدا جدا يعني فأنا سهلة حتى أبدا. قصصي للطفل بس حضرتك نجحت برضو في الموضوع ده، فده معناه برضو ان في الحمد قدره لله. على التفسير. اول كتاب للطفل خدت عنه جايزه الدوله بالزبط. انا كتبت سلسله حكايات من الادب الشعبي، الحكايات اللي كانت امهاتنا بتحكيها لنا واحنا اطفال تكاد تكون اندثرت دلوقتي، اللي هي حدوته المعزه اللي سابت ولادها الثلاثه وجت ديب وقالت لهم ما تفتحوش للديب. ايوه وحدوته الست اللي كل ما تكنس بيتها تلاقي جنيه فيجي الحرامي يسرقه، فراحت للقاضي فقال حطي مسامير في الحيطة وهاتي حمار وديك وعشان الحمار يرفس الحرامي والديك جدا لما يجي الحرامي فينبهك حاجات لطيفة دي. واكتشفت اكتشافات عجيبة جدا في تراثنا، يعني ما تحسبيني يما حارسة الكمون أنا في مراكب سيدي علي ومسافرة اسطنبول. دي أغنية وقصة حكاية كانوا بيحكوها لنا وإحنا أطفال. لما كبرت أنا كتبتها كتاب اللي هي حارسة الكمون، ودي الفكره خدتها وكتبت عليها كتاب، يعني قصه للطفل، يعني قصه اربع كتب للطفل، كل كتاب عباره عن حكايه من الحكايات اللي اتحكت لنا واحنا اطفال، مع تطويع بقى وتغيير فيها والله عشان تناسب العصر. كنت حريص ولا على الامانه، كنت حريص على الامانه ان انا ما اغيرش قوي في بنيه الحكايه، يعني زي ما اتحكت لي اكتبها. وكنت يعني ببذل اقصى جهدي برضو في التبسيط، لان دي بالذات كان لازم تكون بسيطه. لكن اكتشفت اكتشاف عجيب جدا، شفت ان سيدي علي ده شخصيه تاريخيه حقيقيه واقعيه لها وجودها المادي. اللي هي ايه؟ مين؟ سيدي علي كان قائد الاسطول العثماني اسمه سيدي علي. ايوه عشان كده في التراث الشعبي انا في مراكب سيدي علي ومسافره اسطنبول. ايوه فانا افتكرت سيدي علي ده شخصيه خياليه، يعني لما كبرت وقريت في التاريخ العثماني تاريخ الدوله العثمانيه لقيت ان سيدي علي ده كان شخصيه واقعيه، كان قائد الاسطول العثماني اسمه سيدي علي. أيوة. عشان كده لما جم يقولوا في الريف ويغنوا قالوا انا في مراكب سيدي علي. أيوة. من الدوله العثمانيه كانت مصر جزء منها، من احسن عمال. ايوه ايوه فسيدي علي اكتشفت انه شخصيه تاريخيه. أيوة. انا في مراكب طيب سيدي علي. في محاولاتك العديده للتبسيط والاقتراب منه
اكتر محاوله نجحت عايزين نسمعها دلوقتي في الشعر؟ ايوه. في قصيده كتبتها لرمضان وبرضه غناها احمد، ويا ريت نسمعها منه. ايوه. واتفاجئ. لا احنا سمعنا دي حاجه تانية غير اللي سمعناها. غير في رحاب الرسول. اللي قالها في رحاب الرسول في رمضان بقى. أيوه. رمضان برضو كان احمد اخذها وغناها اداها في القناه الاولى برضو. وانا اتفاجئت في رمضان اللي فات اني لقيت فيه مبتهل على القناه الاولى بيغنيها. انا سمعت القصه دي وعايزه حضرتك تكررها، لان من حقك انك تقول القصه دي، ولازم كلنا نبقى عارفين ان في حقوق ادبيه. أيوة لازم نحفظها ولازم ناخد بالنا منها. يعني في رمضان الماضي انا شفت سهره للشيخ الطبلاوي وكان معاه مبتهل شاب، فوجئت بيه وانا بتفرج على القناه الاولى انه بيغني القصيده بتاعتي، اتلحنت واتغنت، وانه بيأديها وكاني لا وجود لي دون ذكر اي ولا قال شعر فلان، ولا اتصل بيا، ولا زي ما تكون دي حاجه يعني من التراث الف ليله وليله ملوش مؤلف. فهو بقى من حقه ياخد منه ويلحن ويغني ويقول. فانا طبعا جيت تاني يوم لرئيس القناه، رئيس القناه الاولى، وقابلته قلت له، خدت له نسخه من الديوان، ديواني الصلاه شعرا، خدت له نسخه من الديوان وقلت له القصيده اهي، والديوان صدر من سنوات والقصيده موجوده فيه. فالراجل طبعا يعني تاثر بالموقف، وملوش ذنب طبعا. أيوه. هو يعني كرئيس للقناه. نسمع ونعرف ان دي اشعار الدكتور محمد ماهر قبيل. القصيده رمضان. مطلعها بالصوم والقران والذكر للرحمن، تزهو على الازمان يا زهره الايمان، يا حبنا مذ كان منذ اكتسى وازدان بتنزل القران بالنور في رمضان. يا ريت نسمعها من احمد بقى. انا طب بس عشان في بعض الكلمات بالصوم يا طيب مش مشكله. لا عشان انا فاكر بس هغنيها برضه. لا احنا عايزين نسمع نسمع باباك، مش معقول تبقى معانا وما تغنيش. يا ريت حاجه من طيب. ماهر كمان الجميل ماهر عطار. اقول اول اغنيه غناها بقى بلغوه، دي بحبها قوي. بلغوه شجيه ومؤثره جدا جميله. بلغوه بلغوا شوقي وسلامي، بلغوا ترى طمنوا، إن سألكم عني ابقوا طمنوا، ما تقولوش إني بكيت في غيابه واشتكيت، ما تقولوش إني بكيت في غيابه واشتكيت، ما تقولوش عني كده، لا تزعلوا، بلغوا ترى لا 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 لا، بلغوا اني انا لسه بحبه، واسألوا امتى حيساعدني بقربه، وان لقيتوا حبي لسه جوه قلبه، وان لقيتوا حبي لسه جوه قلبه، ما تقولوش اني بكيت في غيابه واشتكيت، ما تقولوش عني كده، لا تزعلوه، بلغوه. الله برافو عليك. ريهام انا اللي اعرفه ان بابا كتب لماما اغنيتين. مش كده اللي هم المهم يعني اغنيتين مش عارفه اسمهم بس فيهم قمر بما انها قمر يعني فعلا. بس كده كنت فين يا قمر قلبي بيدور عليك، هو يحلى السهر الا لما ابص لعينيك. دي الاغنيه الاولانيه. ايوه. واللي بعدها قمري انا روحي انا عقلي انا عمري انا قمري انا روحي انا عمري انا عمري انا ما تنسيش ها عقلي انا عمري اهم لسه النهارده بعرفه وكاني عارفه من سنه. الله ايه الاحساس بقى يعني لما تلاقي انه في اغنيتين ومكتوبين لك. مين اللي كتب الاول الاغنيه؟ محمد حمزه قمري انا، واغنيه كنت فين يا قمر متهيألي سيد مرسي. سيد اسماعيل. لا ده الملحن بس اللي كتبها سيد مرسي. أيوه. سيد مرسي تقريبا. فبيبقى طبعا كنت ساعتها مخطوبه، كنا مخطوبين بقى. أيوه.
وكان ليكي علاقه باهل الفن وبيزوروكي في البيت اللي انا عارفاه؟ هو اول طبعا ما خطبني وكده كان دايما يجيب معاه بليغ حلمي عندنا في بيت مامتي يعني، وكان بيجي معاه عصام بوصيله وبيجي معاه كامل بيطار وجدي الحكيم الصحفي فرفور، كل دول انا عرفتهم كان وانا مخطوبه، يبقى مثلا رايح يسهر معاهم او يخرج معاهم كان يجيبهم ويجي يقعد عندي عندنا في البيت، فكانوا بقى يكتبوا بقى الاغاني. عموما الاجواء دي لما بنسمعها ما افتكرش انها لسه موجوده للاسف، والاجواء التلاحم والصداقه الاسريه دي كانت بتاثر على الفن، على المنتج الفني في في النهايه. بس الناحيه، ارجع للناحيه الشخصيه، ما كنتيش بتفتقدي بابا يا ريهام وانت برضو كزوجه؟ لان اعرف ان كان عبد الحليم مثلا مبدئيا واخده منكم خالص. يعني كان على طول على طول سهران مع عبد الحليم يوميا. أيوة تقريبا. ايوه فعلا، كان كل يوم يخلص شغله ويطلع على عبد الحليم، ابص الاقيه راجع الساعه 7 الساعه 8. قلت له كنت اتخانق معاه اقول له والله هو انت تنزل من الساعه 6 ترجع 6 الصبح ولا 7، هو ايه ده يعني ما ينفعش. طب ما كلمتيش عبد الحليم شخصيا؟ ما يعمل ايه بقى؟ يقول لي ما هو اصل عبد الحليم ما بيحبش ينام غير بعد النهار ما يطلع، وبيقول لي خليك قاعد معايا لغايه النهار ما يطلع، عشان كان بيخاف يجي له نزيف ما حدش يحس بيه، فلازم حد يفضل قاعد معاه لغايه النهار ما يطلع. فمن كتر ما بقيت اقول له طب يوم ويوم لا، يومين ويوم يعني قسم الحكايه يعني. أيوة. فبقى يروح عنده ويقول له والنبي قول لها ان انا قاعد معاك عشان ما تزعلش. فعبد الحليم كلمني مرتين قال لي معلش النبي تيتا ما تزعليش، قلت له لا بدمعك خلاص مش هزعل، ما بقتش اتكلم بقى خلاص. ايوه. وانت يا روما ما كنتيش مفتقده بابا ولا كان بيعوضك بشويه اللي في البيت فيهم؟ لا هو بابا الحقيقه كان بيعوضني يعني، كان لما الوقت اللي بيبقى معايا فيه كان بيلعبني جامد جدا، وكان يعني كنت ببقى مبسوطه قوي 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 في الوقت اللي ببقى معاه فيه. ايوه. انا مش قادره اقول لكم انا سعدت باللقاء ده، وكان عندنا كلام كتير بس يعني للاسف وقت البرنامج، فانا سعيده بكل فرد في الاسره الجميله، ومتهيألي يعني انا ما كنتش ببالغ لما كنت بقدمكم للمشاهدين وبقول احنا معانا اسره فعلا كل فرد فيها متميز جدا. انا سعيده بالاستاذه فائزه، وانا كمان والله زوجة سعيده، زوجة الفنان ماهر العطار، وانا كمان وطبعا والله. الفنان احمد عطار ابنه، وريهام بنوته، شجعي ابنك بقى انه يبقى فنان كبير بقى. لازم التشجيع. سعيده بزميلتي الاعلاميه الجميله الرائعه ساره حنفي، شكرا ليكي. سعيده بشاعرنا الكبير الفنان الرائع الدكتور محمد ماهر قبيل، بشكرك وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع بيت العيلة.